انتهت بالامس فعاليات مؤتمر الصوره في دورته الثانيه، والمؤتمر ده او المهرجان ده بيضم اكبر تجمع للمصورين والمهتمين بمجال التصوير في مصر. ايه اهم ما خرج عنه المؤتمر؟ هنتكلم النهارده عن فعالياته واهم ما خرج عنه مع استاذ محمد عبد الوهاب منسق مؤتمر الصوره المصريه. نهارك سعيد يا فندم. نهارك زي الفل. يا ريت حضرتك تدينا فكره الاول عن ايه هو مؤتمر الصوره المصريه. مؤتمر الصوره المصريه هو اكبر تجمع للمصورين في مصر. احنا بنحاول نلم كل المهتمين بالتصوير في يومين علشان يتجمعوا مع بعض، يشوفوا بعض، يتواصلوا مع بعض علشان نحرك الصناعه دي لقدام. الدوره الاولانيه كانت السنه اللي فاتت، وحضرها اكتر من 2500 مصور ومهتم بالتصوير، لان المؤتمر مش بس بيتكلم عن الكاميرا والمصورين بس، لان الصناعه بقت اكبر من كده بكتير. بقى في مصور وكاميرا وحد بيطبع وشركات دعايه واعلان مهتمين ان هم ياخدوا تصوير فوتوغرافي صوره بطل. يعني التصوير الفوتوغرافي بس، التصوير الفوتوغرافي والفيديو. تمام، والفيديو. وبقى في مجتمع كبير حوالين الكاميرا. ناس بتشتغل فاشن، ناس بتشتغل في ستايلنج، ناس بتشتغل فود ستايلنج، ناس بتشتغل في برودكت فوتوغرافي. فالموضوع بقى كبير جدا، وبقى محتاج ان يكون في تجمع كبير يجمع كل دول مع بعض علشان يتناقشوا ويشوفوا ايه الجديد. في رعاة للمؤتمر من اهم البراندات اللي بتشتغل في الكاميرات علشان يوروا السوق هنا اهم، يعني احدث التكنولوجيز اللي وصلوا لها في تصنيع معدات التصوير. كانوا موجودين معانا السنه اللي فاتت والسنه دي. فهو يعني بيبقى فيستيفال كده، يعني معانا برضو مشاركه من كل نوادي التصوير في كل المحافظات. احنا السنه دي كان معانا اسوان، دمياط، بورسعيد، السويس، اسكندريه، طنطا، المنصوره. وكل دول ناس جم هاويين ومحبين الفوتوغرافيا وحضروا المؤتمر لليومين يعني. لكن الفكره جت ليه؟ بصي احنا يعني المفاجاه ان انا مش بصور اصلا. انت مش بصور اصلا. انا بس حد من انا 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 من, من التيم الفاوندر يعني، بس ليا صديق مصور، اصدقاء مصورين كتار يعني. بس منهم من تيم الفاوندرز يعني كريم سليمان، هو مصور بورتريه مشهور وبيشتغل ستريت فوتوغرافي، يعني حد من المشهورين في التصوير وله فانز كتيره جدا. وحسيت ان لا، في حاجه محتاجين نجمع فيها المجتمع ده. انا بشتغل يمكن في الماركتنج، محتك بالصوره من ناحيه تانية، ان دايما بنحتاج في شغل التسويق والدعايه ان يكون في اكيد تصوير يعني. تمام. ومعانا منى عبد المنصف، هي سوفت وير انجينير وبتشتغل الفاند ريزنج هيد، هي فاوندر معانا وبتشتغل فاند ريزنج هيد. فكان علشان نوصل المؤتمر للصوره دي كان محتاج تيم بسكيلز مختلفه، يعني معانا حد مصور، معانا حد مانجمنت، معانا حد فاند ريزنج، واحنا الثلاثه اللي قدرنا نطلع المؤتمر بالصوره دي السنه اللي فاتت، وده اللي ادى للناس ثقه زياده ان هي تكون موجوده ويتحقق السنه دي. ده في الفوتوغرافيا. الفيديو بقى، في الفيديو كان معانا مين امبارح؟ كان معانا عدسه المصري اليوم، كان راعي. وكان معانا امبارح كريم نبيل، هو صاحب يعني اقدم نادي تصوير في مصر، نادي انفوكس، وادى محاضره مهمه جدا لايف قصاد الناس، تصوير استخدام الدي اس ال ار، الكاميرا الديجيتال، في تصوير الفيديو. تمام. ده اللي كان موجود معانا امبارح. احنا كمان يعني حاولنا بقى نتكلم كمان على مجتمع التصوير بصوره تانية. يعني امبارح كان ده ايه؟ ده مصور استاذ عبد الله رهوانجي، هو بيصور لاندسكيب وترافل فوتوغرافر، يعني بيلف العالم. وكان ازاي امبارح بيتكلم ازاي تجهز للرحله بتاعتك للتصوير، ازاي تجهز الجير بتاعك، تطلع صور كويسه ازاي. دي كانت محاضره مهمه جدا، يعني هو بيلف كمان تصوير في الجو. هو ترافل فوتوغرافر بيصور لاندسكيب، فمحتاج فيوز مختلفة من أماكن مختلفة. دي بتبقى محتاجة يعني حاجات زي دي بتبقى محتاجة ايه؟ لا، كاميرات بقى بنوع مختلف وسكيلز هو أصلا، يعني عشان يبقى موجود في المكان ده. كانت حاجة انبسطت الناس بيها جدا امبارح في المؤتمر. وفي يعني احنا امبارح كان عندنا أكتر من حوالي 30 محاضر مختلف في مجالات التصوير المختلفة. وكان عندنا هل في ناس من بره ولا حضر معانا من بره؟ لارا زنكول من لبنان، وهي كونسبشوال فوتوغرافر،
هتدي النهارده حتى الورشه بتاعتها، ورشه العمل بتاعتها شغاله دلوقتي بعد المؤتمر دي 1 تو 1. ومعانا من دبي استاذه سحر الزراعي، مدير جائزه حمد بن راشد للفوتوغرافيا، ودي تعتبر اكبر جائزه دلوقتي او من اكبر الجوائز اللي موجوده في العالم. اذا المؤتمر كمان بيشمل ورك شوبس، يعني في ورش عمل كمان. طب اهم ورش العمل اللي كان في ورش عمل، ورش العمل يعني كانوا عندنا 5 ورش عمل، منهم عن تصوير الويدنج، الافراح، لان دي يعني مشروع كويس لحد بيبتدي يعني في الفوتوغرافيا. كان عندنا ورش عمل بتتكلم عن الفاشن، ازاي تصور فاشن. كان عندنا ورش عمل بتتكلم عن ازاي تدخل بصورك مسابقات، وايه اللي تاخد بالك منه في الصور وانت بتدخلها مسابقه. كان عندنا ورشه عمل لخالد نور كانت بتتكلم عن الاوف كاميرا فلاش تكنيك في التصوير، مهم جدا ازاي تصور بدون بسبيد لايتس وكده. كان عندنا ورش عمل بتتكلم عن ازاي تصور فود ستايل، ازاي تصور اكل. ده يحيى العلالي يعني من اشهر دي ليا ستايل خاص بيها، اللي انت طبعا انت عشان تصور الفود وتطلع الاكل اللي احنا بنشوفه في الصور. الموضوع بقى قد كده فعلا متخصص قوي، يعني تصوير الفاشن غير تصوير الاكل غير طبعا كل يعني الحاجات. والتخصصات اللي حواليه يعني بقى في فود ستايلينج، وده كارير والناس اللي بتشتغل فيه بقوا يعني قليلين علشان تطلع فود ستايلينج، علشان تطلع الطبق اللي انت بتشوفه في الصوره بالشكل ده، كومبوزيشن معينه بالظبط وكده. بالظبط. وكان في بقى الجانب الثاني الجلسات الحواريه او النقاشات الدسكشن بانل اللي احنا عملناها. كان في مناقشه امبارح بتتكلم عن التحديات اللي بتواجه المصوره العربيه في ككارير يعني. حضرها دكتوره سحر وزراعي ومن الامارات، لارا زنقول من لبنان، وكان معانا من مصر مصوره كوميرشال بتشتغل ناديه منير، وكان معانا مصوره صحفيه هدير محمد من جريده الوطن. وكانوا بمديريه الديسكشن بانل دي مؤسسه مدرسه التصوير، فكان مروه ابو ليلى، وكان الموضوع ساري جدا وهم بيناقشوا ليه مفيش مصورات بقى. ليه المصورات مش بتاخد حقها في الكوميرشال كارير يعني. ليه الشارع ما بيقبلش ان واحده تبقى شايله كاميرا او يبقى ده الكارير بتاعها؟ هي دي النهايه. دي لارا زنقول. هي مصوره بتصور كونسبشوال فوتوغرافي. تمام. كونسبشوال يعني تجريدي، يعني بتحاول تدي رساله من الصوره بكومبوزيشن معين، تصور حد يعني تحت المايه بطريقه معينه كده. احنا كان معانا برضو رافال ماكيلا، هو انجليزي بيصور بقى حاجه متخصصه قوي، اندر ووتر فاشن، بيصور فاشن اندر ووتر، فاشن تحت الميه، فاشن تحت الميه. البورتفوليو بتاعه رهيب يعني. هو برضه هيدي ورشه عمل خلال يوم الثلاث والاربع دي برضه 1 تو 1، ومكمله في لوكيشن هنا في مصر، بس هيديها على الفاشن العادي يعني مش الاندر ووتر بس. هو اتكلم في المؤتمر عن الاندر ووتر فاشن، ازاي تنزل بالكاميرا بتاعتك كمان تحت الميه، محتاج كاميرات معينه يعني. اكيد بقى يعني في بتبقى كيسز كده بتركب جواها الكاميرا علشان تحميها من المايه. وهو بتكلم بقى عن تجربته عموما في السيت اب تحت، ازاي تعمل ميك اب ما يضيعش في المايه. لا يعني الموضوع ده ايه ده يعني؟ ده حاجه من البيهايند ذا سين اللي بيصوره يعني، دي حاجات اللي هو بيصورها. دي اندر ووتر. دي اندر ووتر. ده فيديو. ده فيديو. بيصور فيديو وفوتوغرافيا. دي الحاجات اللي هو كان ده عامل اضاءه كمان تحت الميه. ما هو الموضوع بقى يعني بالكامل، انت استوديو كامل. انا اتخيل ان احنا هنا كده وكل المكان ده مليان ميه واحنا بنشتغل ونصور يعني. ده حاجه الصور بتاعته لا عظيمه جدا. لا حاجه جديده كمان. يعني مختلفه. كمان واتكلم عن البروسيس كلها، من اول ما بيبتدي ينسق الكونسبت ويعمل له مود بورد لحد ما يبتدي يطلع الصور بالشكل ده. يعني ده مش معمول، دي حاجات فعلا تحت المايه، مش معمول لها جرافيك. لا بالكامل تحت المايه يعني، دي خلفيه سوداء موجوده تحت المايه، والموديل معمول لها ميك اب بره، ميك اب بطريقه معينه عشان تنزل تحت المايه ما يحصلش مشكله في الميك اب. طب الموديل كده هو حاطط اكسجين وهو بياخده يعني بتنزل تاخد الشوت الكام ثانيه دول ومتدربه بقى يعني.
دي لازم تبقى غطاسه يعني غطاسه مش موديل علشان تقدر علشان تقدر تشتغل في حاجه زي كده. حضرتك كنت بتتكلم على المراه وليه ما فيش يعني كتير ستات مصورات. الحقيقه وقت الثوره ظهروا اكتر يعني ابتدينا نشوف بنات مصورات كتير يعني، لكن ايه المعوقات اللي بتقابلهم؟ يعني الـ 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 النقاط المهمه اللي كانوا اتكلموا عليها في المؤتمر ان لسه المجتمع مش قابل ان ده يكون مهنه او كارير عموما لواحده بنت. يعني الناحيه الثانيه من ناحيه الكلاينت او الناس اللي بتشتغل كوميرشال يعني لسه مش واثقين في يعني، وده حاجز نفسي يعني. بالعكس في مصورات كوميرشال شاطرين جدا بيطلعوا شغل قوي جدا، فكنا محتاجين المناقشه دي تحصل علشان يعني نريز الاورنس كده بترموا حجر يعني في الميه الراكده بالظبط يعني. ورشه النقاش الثانيه كانت بتتكلم عن حقوق المصورين الصحفيين، وده ناقشها مستر حسام دياب، هو رئيس شعبه المصورين الصحفيين طبعا ده استاذ طبعا ومصور كبير، وكان معاه ضيوف من المصورين الصحفيين كتار، مستر محمد هشام مصر اليوم ومستر مجدي غالم من الوطن، واتكلموا بشكل بقى عن التحديات اللي بتقابل المصور الصحفي واخلاقيات عموما المهنه في التصوير الصحفي. انت بتنقل صوره مسؤول عنها، مسؤول عن الرساله اللي هتقولها، ولازم تبقى يعني ناقشوا بقى ازاي تكون محايد، ازاي توصل رايك انت في الصوره، ده صح ده غلط، كانت مهمه جدا. لا هي كمان في مصر بقى الموضوع شويه مشاع يعني في بره يعني في الكيانات الصحفيه الكبرى ما ينفعش ان انت تعرض صوره او تذيع صوره او تنشر صوره الا ما يكون في موافقه من اصحاب هذه الصوره اللي هي تتنشر ولا لا، او موافقه كتابيه وحاجات كده. هنا الموضوع يعني سبهلله شويتين يعني. والله يعني احنا ده برضو من اهداف المؤتمر ان احنا نعلي الحس بموضوع الكوبي رايتس. ايوه لما تصور حد لازم يعني في عموما في الفاشن فكره الخصوصيه عموما برضو في الكوميرشال سايد والفاشن يعني الناس دايما بتاخد موديل ريليس بيمضوا الموديل ان هم هيستخدموا الصوره دي في شكل تجاري او حاجه زي كده. فيعني الفكر ده بادئ يبقى موجود. تستغل الصور مصورين من غير اذنهم. ده يعني ده موضوع مهم. ده يعني موضوع مهم اتناقش امبارح في جلسه حوار ثانيه كانت بتتكلم عن صناعه الصوره عموما في مصر، ازاي نتقدم بالصناعه دي. حضرها مؤسسين اكبر استوديو تصوير فوتوغرافي في مصر، مستر خالد داش ودكتور احمد زيدان، ومعانا عبد الرحمن كوري، هو اللي مصور فيرجن يعني عبقري جدا، يمكن اهم اعلان عن مصر اسمه ايجيبت اتش دي، يعني احب ان الناس تدخل عليه وتتفرج عليه على اليوتيوب. اسمه ايه؟ ايجيبت اتش دي، ايجيبت هاي ديفينيشن. بيصور في مصر كلها في محافظات كتير جدا. حاجه اسمها التايم لابس، الكاميرا بتفضل بتشتغل حوالي 20 او 30 ساعه علشان يضمهم في حوالي 3 او 4 ثواني ويوري جمال المكان ده. وبيختار اماكن يعني اوقات معينه في السنه علشان يصور المكان ده، راح سيوة، اسوان، سانت كاترين، اسكندريه، القاهره. يعني اسمه ايجيبت اتش دي. ايجيبت اتش دي بليز اتفرجوا عليه. ده فاشن بقى. ده كان محاضره بتتكلم عن الفاشن، ودي فاشن ديزاينر اسمها جوزيل بيلجر، هي امريكيه مصريه، وجات النهارده تتكلم وهي فاشن ديزاينر، بتتكلم بقى هي بتبقى محتاجه ايه من المصور لما يجي، وايه التعاون اللي بينهم، هي وازاي حضرت المؤتمر. حضرت في المؤتمر. هي حضرت في المؤتمر، ادت محاضره ازاي تتعاون مع الفاشن فوتوغرافر، هو محتاج منها ايه وهي محتاجه من الفاشن فوتوغرافر ايه، ازاي يقدروا يكونوا تيم معاهم عشان يطلعوا الصوره النهائيه فيري بروفيشنال الامثل يعني بالزبط. الصوره الامثل بالزبط. دي الدوره الثانيه للمؤتمر. دي الدوره الثانيه للمؤتمر. بتقيسوا نجاحه على اساس ايه؟ يعني ايه اللي يخليكم تكملوا؟ والله ال 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 الحضور امبارح يعني كانوا يعني انا قابلت حد امبارح في اخر اليوم، احنا خلاص خلصنا المؤتمر وكان عندنا شو اخير حاجه اسمها شاتر كراود. دي بتتكلم يعني بنعمل حدث كده في النص والناس كلها تتلم تتصور حواليه، اكتيفيتي الناس كلها تتصور حواليه. يعني حد بيقول لي انا مش عايز اروح ومش هستنى السنه الجايه يعني. لا يعني بس هل بتعملوا ورك شوبس لتعليم المبتدئين يعني؟ والله احنا لازم يبقى محترف. ان نوادي التصوير اللي كانت موجوده معانا ده بتقدم ده طول السنه يعني. من النوادي والمدارس التصوير اللي كانوا مشاركين معانا في المؤتمر يعني كان في اكتر من 25 مشارك مدرسه تصوير ونادي تصوير من المحافظات والقاهره.
كانوا موجودين وهما بيقدموا الخدمات دي طول السنة. احنا حابين نكون في الدور التنسيقي بس في يعني فترة صامت ان الناس بس تتقابل وتتجمع مع بعضها وتبقى يبقى هو الحدث الكبير اللي بيحصل اللي بيجمع كل الناس في السنة. وان كان الناس بتطالب ان يعني الناس جانا فيدباك من بعد امبارح ان لا يعني محتاجين يكون اقرب من كده وما نستناش سنه ان الفوتو سامت يحصل يعني. تمام. فلسه هنشوف هنقدر مين بيمول بقى المؤتمر. المؤتمر تمويله يعني البيزنس موديل بتاعه قائم على الرعاه وتيكت دخول. تمام. بتحضر بيها فعاليات اليومين بس الرعاه بيبقوا شايلين الجانب الاكبر لان اللوجيستكس بتاعه تنسيق حاجه زي كده. احنا امبارح كان عندنا 8 اكتيفيتيز بتحصل جنب بعضهم. في محاضرات، في نقاش، في ورش عمل، في معرض تصوير، بس ده حاجة في شاتر كراود، في الكوميونيتي فير مدارس التصوير ومعرضهم، المعرض وفي الجير فير اللي كان جير فير معرض المعدات التصوير. كان مشارك معانا اكبر براندز العالميه اللي بتشتغل في تصنيع الكاميرات يعني. وكانوا بس ما بيعملوش ديسكاونت خاص للمعرض بقى. كان في بعض ديسكاونت وكان في خدمات كمان يعني تنظيف السنسور والكاميرا وصيانه ليها كانت فري مقدمها 2 من رعاه المؤتمر نيكون وسوني. وبس يعني ده كده الموضوع بريف يعني. السنه الجايه هتعملوا ايه؟ يعني انت اكيد كل سنه يعني ايه السنه دي عملتوا ايه مختلف عن السنه الجايه عن السنه اللي فاتت؟ السنه الجايه هتعملوا ايه مختلف؟ السنه دي كان المختلف ان كان في بعد اقليمي شويه للمؤتمر بان احنا حاولنا نتواصل عالميا ونخلي المؤتمر موجود على الخريطه العالميه للمؤتمرات التصوير. تمام. فكان معانا مشاركين عربيين يعني مهمين حضروا المؤتمر والمؤتمر بقى بيتواصل مع جهاز زي هيبة جائزة حمد بن راشد وكده خرج عربيا يعني. والانترناشنال سبيكرز اللي احنا بنجيبهم علشان يبدلوا خبراتهم ويدوا خبراتهم للمصورين المصريين. حضر معانا اللي هيحضر معانا السنه دي يعني اللي بيصور اندر ووتر ده جنسيته ايه؟ ده انجليزي. ده حاجه ميكيلة. عظيمه جدا. حضر معانا. فالسنه الجايه ان شاء الله هنحاول نخلي التعاون ده اكبر. احنا بنحاول نكومينيكيت كل المجتمع التصويري ببره. بس هو المؤتمر الاشهر فيما يخص الفوتوغرافي فين؟ ده بيحصل ايه هو المؤتمر بيحصل الاشهر؟ في المانيا اسمه فوتو كينا وبيحصل فوتو كينا كينا؟ بيحصل في المانيا وده اكبر بقى معرض يعني بيحصل في العالم في التصوير بقى. وبيكون مركز اكتر على معدات التصوير يعني لكن بتحصل صامت زي كده في العالم يعني كل دوله بيبقى لا ليها يعني مؤتمر كبير بيجمع كل المصورين. دي حاجه لطيفه جدا ومهمه جدا الواحد يعني في مصر ينفتح على تجارب الاخرين وتشوف الاحدث دايما تواكب الاحدث يعني. انا منبهره بالتصوير تحت المايه ده جدا. بشكرك جدا استاذ محمد عبد الوهاب منسق مؤتمر الصوره المصريه وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. ميرسي جدا. نهارك سعيد. فقراتنا لسه متواصله معاك وراجعين بس بعد الفاصل.